أنا خدمت في الجيش الدفاع لأنه بالعبراني تساهل هو צבא הגנה לישראל, לא צבא הגנה ליהודים. مش جيش الدفاع لليهود, جيش دفاع لإسرائيل, جيش الدفاع الإسرائيلي. واللي احنا قاعدين هون احنا جزء من المجتمع العربي الإسرائيلي, ولما احنا منروح ومندافع بالجيش الدفاع الإسرائيلي عم نعملها كمان عشان مجتمعنا. وأكبر دليل على ذلك لما أنا كنت في حرب لبنان الثاني وأصبت بإصابة صعبة كتير صعبة في خلال الحرب من صاروخ من قبل حزب الله في وقت هذا في وقت الحرب لما انا كنت جوا وسالوني اول سؤال قالوا لي يوسف كيف حاسس انت تروح تحارب اخوك العرب قلت لهم انا رايح احارب منظمه ارهابيه اللي كمان بدها تاذينا وهذا فعلا اللي صار على الناصري مدينتي صواريخ طبعا نحن نشاهد صورك من خلال خدمتك في جيش الدفاع وعند اصابتك في حرب لبنان الثانيه تفضل فمن خلال الحرب يعني صواريخ نزلوا على مدينتي وقتلوا اطفال وعشرات اللي تصوبوا وعلى فكره من المواطنين اللي قتلوا خلال الحرب نصهم كانوا عرب مسلمين يعني لما احنا بنحكي على انه جيش الدفاع الاسرائيلي بدافع عن اسرائيل ودولة اسرائيل كمان بدافع عنها لانه بنشوف انه حزب الله وحماس وغيرهم بهمهمش هاد ولا هاد فيش تفرقه بين عربي وبين اليهودي